يا عم بندق في ايه؟ مش ممكن مش ممكن مش ممكن. كل حاجة زي ما هي، أنا ما جيتش هنا بقالي 15 سنة، لكن كل حاجة زي ما هي، المحلات، المحلات اللي بره والمعنوين بتاعت النور، حتى حتى الخشب ده كله كله، يا ربي مفيش حاجة بتتغير أبداً، كل حاجة كده، والحماويد والقبوة دي وكله كله كله، يا عالدنيا يا إيه ده؟ حتى عم عبده من 15 سنة دي قعدته كوباية الشاي والبتاع يمكن بس غير الجلابية، لكن ازيك يا عم عبده؟ ازيك يا عم عبده، اخبارك ايه؟ مش فاكرني يا راجل، الذاكرة بقى انت عارفين 15 سنة يا سلام. فاكر يا عم عبده الذكريات الحلوة لما كنت بتجيب لي طبق الفول ابو طحينة وزيت الحر؟ ها؟ فاكر يا ساعتها كان اخر طبق يا لما حسكتكش عليه. ازيك يا عم عبده، وحشني قوي 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 قوي. بس على فكره يعني انا مش عم عبده. هي دي مش عمارة الدمنهوري؟ لا دي مش عمارة الدمنهوري، عمارة الدمنهوري هناك، اللي هناك دي. طيب هات ال طب وانت ليه مقعدك هنا يا عم عبده؟ برضه هتقول لي يا عم عبده؟ انا ما اسميش عم عبده. اهدى بس، انت بتنكر نفسك ليه يا عم عبده؟ برضه هيقول عم عبده، ما تعصبنيش واتضايقت. خلاص خلاص خلاص، يلا بينا يا عم بندق. يلا يلا يلا. سوري يا عم عبده. برضه عم عبده. بس بس في ايه؟ في ايه؟ انت كذاب كذب. انا؟ لا عم عبده. تعالوا خشوا ما تخافوش. انا مش شايفه حاجه، هو النور مقطوع ولا ايه؟ ثانية واحدة هشد السكينة كله هيولع. اوكي. ياه عنكبوت، المكان الغريب ده ناسك خيوطه ومش موجود. سيف ممكن تيجي جنبي هنا؟ ممكن يهاجمنا في أي لحظة. بس بقى متربوش اللي بيستخدموش. ايه ده؟ ما تمسكش ما تمسكش تراب. هو جدك كان بيطبع منشورات؟ ايه ده؟ ايه البتاع ده؟ ميكي ماوس. مين ميكي ماوس ده؟ هو جده غبي. يا الناس دي مقتولة طبعا بجد؟ بس بقى ما تخافوش. ما تخافوش، أنا حبيت أهزر معاكم بأخدكم. وده هزار ده؟ أصلا أنا هايف. تعالوا تعالوا خشوا 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 جوه. تعالوا ده رخم وهايف، راجل كبير وهايف. تعالوا تعالوا ما تخافوش، انا هولع السكينه. السكينه؟ انا خايف منك انت. ولا هاني البتاع ده غريب قوي. ده ميكي. مين ميكي بقى اللي انت بتقول؟ واو مش قادرة أصدق إن أنا في المكان اللي اترسم فيه أعداد ميكي جيب ولغز ميكي. أنا مش قادرة أصدق كمية التراب اللي أنا واقفة فيها. هو إحنا جايين نسكن هنا؟ إحنا جايين ندور على الفلوس. شو 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 شو؟ إيه؟ تعمل إيه؟ هقعد. استني يا مول، المكان كله تراب. القرف ده يا مول. تعمل إيه؟ تعمل إيه أنت؟ اقعدي يا شوشو، اقعدي. طب إحنا جينا المفروض ندور على إيه بقى؟ ما إحنا زينا زيك أهو، مش فاهمين حاجة. بس ادينا بنفكر. بس اللغز بيقول ان الخزنه بتاعت الدمنهوري اتسرقت. تفتكروا في خزنه بقى هنا؟ انا ما اعتقدش ان يكون في خزنه هنا. لو في خزنه تبقى في اوضه مكتب. ولو موجوده هتبقى اتسرقت. طب ما تيجوا نشوف الاوضه دي يا جماعه، ممكن تكون اوضه المكتب. تعال. بقول لك يا سيف، ايه؟ خش دور على الخزنه هنا وانا ادور هنا. متربه قوي. مفيش حاجة هنا يعني.
مفيش حاجة هنا برضو. ما تحاولش مفيش. اعمل لكم كوبايه شاي عشان تستحملوا بيها التراب ده. شكرا يا عم بندو، مش عايزين شاي، لانك لو عملت لنا شاي هتختم وتيجي تخدنا تاني، فشكرا مش عايزين حاجه، خليك واقف هنا. خلاص انا اسف جدا. عم بندو يا لذيذ انت، في خزنه في المكان اللي احنا فيه ده؟ اكيد لا. اكيد لا، ولا تعمل زي عم عبدو البواب. لا 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 اكيد لا، اصلي انا بصراحه اللي فارش المكان ده حته حته مع جده، ولو كان جده جاب خزنه كان قال لي، اصل هو ما بيخبيش عليا حاجه ابدا خالص، جده بيحبني. انت بتحب المكان ده جدا جدا. طب ما تنضفه، بيجي لي حساسيه. وبعد كده اقول لكم على حاجه بصراحه، انا ليا ذكريات جميله جدا جدا. تعرفي اللوحه دي؟ مالها؟ انا اللي معلقها، جبت مسمار 10 سنتي صلب حطيته، رحت ماسك الدبش كده اهو، رحت عامل كده اهو. جاي تنزل طبعا، قام جه على صباعك ما جاش في المسمار. لا جه في المسمار وعلقت اللوحه. امال انت قاعد تعمل لي كده ليه؟ فكرتك هتقول كده. بحب السسبنس يا ولاد، اصل انا هايف. استنوا يا جماعه، اللوحه دي هي اللي موجودة في المجلة. وبعدين هنعمل ايه يعني باللوحة؟ ممكن تبقى الخزنة وراها. ايه يا حبيبتي الافلام اللي انت عايشة فيها دي؟ وبعدين انت مش سامعة دلوقتي عم بندق بيقولك هو اللي معلقها بنفسه، حتى جاب الطوبة والمسمار 10 سنتي سولت وراح عامله كده، وعمل الطوبة جامد كده تش ما خبطتش في صباعه، راح لا حطها عادي ايه ده؟ الخزنة دي ليها رقم سري؟ اكيد طبعا. انت كمان هتعمل نفسك عارف ان في رقم سري؟ لا انا بقول اكيد ليها رقم سري، بس ما قلتش ايه هو الرقم السري. طبعا عشان ما تكذبش. والساعي كده؟ تاريخ ميلاد جده كام؟ 30/10/84. تعرف منين انت؟ ايه اللي اعرف منين؟ اي عيل صغير عارف تاريخ ميلاد جده، ده هداف الاهلي وافريقيا يا بنتي. أنا مش بتكلم على جده ده، أنا بتكلم على جدنا إحنا. 22/10/1932 يعني 19. معلش، الاثنين قبل التلاتة ولا التلاتة قبل الاثنين؟ معروفة إن التلاتة أكبر بالاثنين. أنتوا بتقولوا 32 فأنا بتلخبط. خلاص نو بروبلم. ما بتفتحش. طب جربي كده تاريخ ميلادي. تاريخ ميلادك انت هيفتح الخزنه ليه؟ عادي يعني، ما هو بيفتح الايميل بتاعي. الباسورد بتاع الاي تي ام بتاع جده كام؟ يعني ايه الاي تي ام دي؟ الاي تي ام اللي هو الرقم القومي. يا ابني رقم قومي ايه؟ هو كان لحق الرقم القومي. الاي تي ام دي البطاقه القديمه، عشان كده اسمها الاي تي ام، اللي هي دلوقتي بيسموها الاي تي، مش لما تيجي تخش مكان يقول لك لو سمحت هات الاي تي بتاعك. صح، هو ده. انتوا متخلفين؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ ده تخلف. هو المكان ده بيخلينا نفكر بشكل متخلف؟ نفكر بشكل علمي شويه. احنا ممكن نشوف رقم العدد بتاع المجله اللي معاكي ده. يعني ايه رقم العدد؟ فين ده؟ رقم العدد اللي موجود على المجله من بره. اوكي. ساي انا بس بعد اذنكم. ممكن بعد تفضل. ها؟ ايه ده؟